بركة الله راح نبدأ الوصفة ديال لازان لازان الصحية اللي غادي نديروها بالباذنجان اللي قطعته هكا دوائر. عندي هنايا تقريبا جوج ديال الباذنجانات، عندي هنا تقريبا 250 غرام ديال الكبتة، ممكن اقل ممكن اكثر، انتم حسب الذوق وحسب الامكانيات. عندي هنا صوص طوماط، عندي هنا قزبر معدنوس، وعندي فلفل احمر واخضر واصفر منوعات، بيجي غزال غزال غزال. فغادي نبداو ديجا بالبشاميل هو الاول. انا ما عنديش حليب، عندي حليب سوجا، واصلا انا افضل حليب سوجا على الحليب العادي. غادي ناخذ جوج كيسان ديال الحليب سوجا بهذه الطريقه، فوالا. هنا ما عرفتش اشنو اللي خليا هنا، فوالا. وغادي ناخذ مايزينا، غادي ناخذ ملعقه كبيره من مايزينا هذه بهذه الطريقه، فوالا. غادي نخليها تتفاعل مع بعض، وغادي نحط معها شويه ملح، معلقه الملح على حسب الذوق حبايبي. وغادي نحط معها شويه الفلفل الاسود، انا تعجبني الفلفل الاسود بهذه الطريقه. غادي نحطها على النار، وغادي نرجع لكم من بعد ما تطيب لي المايزينا ديالي البشاميل، نرجع لكم بعد باش نكملوا. حبايبي رجعت لكم من بعد ما طيبت طيبت البشاميل ديالي، هو هذا. واخا حرقت ايدي، انا ما يمكنش انني نخدم ولا نطيب شي حاجه وما نحرقش يدي. اليوم انا ما الكبته كلشي عندي اخضر على اخضر على اخضر، من غير مطهي غير مطبوخ، فسيبونس كله غنديروه مع بعضياته، لان غادي نكسبوا الوقت، وفي نفس الوقت الاكله تتجي رائعه رائعه رائعه. فخليكم معايا باش تشوفوا الطريقه ديال التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاج واحد الشبانيه زلافه هكذا باش تشوفوا تشوفوا. غادي ناخذ ديجا نص لامواتي ديال هذه تقريبا بحال هكا لاصوص ديالي. غادي ناخذ شويه ملح على هكذا، وغادي ناخذ شويه كزبره، ولا انا غادي نديرهم هنا ندير لهم هكذا احسن لان اكبر اختصارا للاشياء. علاش واش تشوفوا تشوفوا انا غادي ناخذ غندير بحال هكا. هنا اشنو غادي ندير؟ غادي ندير ملعقتين كبار ديال زيت الزيتون بحال هكذا، وغادي ناخذ العطريه ديالي اللي هي الفلفل الاسود معلقه بحال هكا، اللي حاب يدير اكثر يدير اكثر. البابريكا اللي هو هكذا، فوالا. الكركم، فالأكلة تجي رائعة. عندنا الثومة البودر هكذا، وعندنا الجنجمبر هكذا، والفلفل الاسود درناه، والبصل ما بقاش عندي من المره اللي فاتت. هذه هي لاصوص ديالي، شايفين غادي ندير ليها بحال هكا. غادي نزيد لاصوص، يعني تتخليه شويه هنايا، يعني واحده الا ربع. وهذه شحال فيها؟ المهم باكيت صغيره ديال 500 غرام، انتم تتاخذوا منها تقريبا 400 غرام. هذه الملح قلنا على حسب الذوق حبايبي، الملح على حسب الذوق. غادي ناخذ اللمول ديالي اللي بحال هكذا، هذه باش غادي نغرف اللمول ديالي اللي بحال هكذا. وغادي نجيو هنا غادي نديرو الباذنجان ديالنا،
غديروا بحال هكذا بسم الله على بركه الله. غادي نحاولوا نديروا بهم فوالا نفرشوهم. غادي يكونوا هما هادو هما لاباط ديالنا هما اللازانيا. راه تيجيو رائعين وتيجيو صحيين. انا تنعرف بزاف ديال الناس دابا كل واحد فينا تيحاول انه ياكل صحي. غادي نجيب بحال هكذا غادي ندير العسوس ديالي بحال هكذا. الملح انا تنقول لكم ما تنديرهاش بزاف وحتى تطيب الماكله تنقدر نزيد شويه فتيكون احسن من اننا نحطو بزاف. ناخذ الكفته ديالي غادي نزيد معها غير الملح. غنزيد مع الكفته غير الملح بحال هكذا. غادي نخلطها. هذه ما يمكنش نديرها بحال هكذا. وغادي نحاول نرشها. انا ما بغيتش نطيب الكفته كلي تيطيب الكفته. انا ما بغيتش نطيب الكفته. انا بغيتها كل حاجه بغيتهم يطيبوا مع بعض فاصون ويدخلوا الفرن. بما ان غادي ياخذ الدنجال شويه الوقت باش يطيب فانا فضلت ان انني كلشي نطيبو. هذه راه زوينه. راه انا فايته ديرها بهالطريقه. تخصص لي الوقت على انني كل مره نطيب حاجه وفي نفس الوقت تعطيني واحد الاكله لذيذه جدا. وغادي ندير نحاولوا نديروا غادي نحاولوا نديروا البشاميل ديالنا بحال هكذا. حاولوا انكم وغادي نحاولوا نرشوا شويه فرماج هكا غاطي باش يعطينا ديك التعليكه هكذا. ونرجعوا غنديروا نفس الخطوات الباذنجان هكذا. فما غاديش تندموا الا جربتوا هذه الاكله لان قلت لكم راها رائعه ورائعه جدا. ما تتاخذش منكم الوقت لان كلشي تيكون عندكم ني يعني اخضر في اخضر وتتخليو كلشي يطيب مع بعضياته في الفرن فانتم مش محتاجين اصلا الوقت كتير. فهمتوني؟ اتمنى انكم تكونوا فهمتوني. هنا غادي ناخذ شويه كفته حاولوا نوزعوها باش تعطينا هذاك المذاق. هنوزعوها على الوش كله هكذا. نوزعوا على غير شويه صوص شويه بشاميل وشويه جبن. قلت لكم راه تجي أكلة صحية 100% وفعلا لذيذة. غادي نجيو تاني غادي نديرو هكذا. غادي نحط جوست الباذنجانات فهم كافيين. غادي ندير لاصوص ديالي. بهذه الطريقة غادي ندير البشاميل ديالي. شايفين؟ غادي نحاول نوزعوه بهذه الطريقه. اوه
لذيذة لذيذة لذيذة، جربوا والله ما غادي تندموا، والله ما غادي تندموا. راه تنشارك معكم الحوايج الصحيين والدال، والله ما راح تندموا. غتاكلوا شي حاجه صحيه وزوينه، ولازانيا لاننا حنا كنا تنبغيو اللازانيا، ما تاخذوش وزن كثير لان ديجا البشاميل انا دايره ديال المايزينا. ودابا غادي نديرو الجبل ديالنا على الوش. هذه هي النتيجه النهائيه ديال اللازانيا اللي انا بغيت نقدم لكم. دابا غادي ندخلها لدرجه الحراره 180، غادي نخليها طيب واحد 35 مينوت من بعد ما غادي نغطيها، ومن بعد نرجع لكم. ودابا طابت لي اللازان ديالي وخديتها باش ناكلها مع صاحبتي بالصحه والراحه، وحافظوا لي دائما على الابتسامه.